حلو، هنا عندنا شنو؟ لاب 3، لا لاب 2، مالتيبل سيكونس اليجمنت. زين، هنا يقول لك شنو هو الاليجمنت؟ الاليجمنت هو كومبير تو سيكونس باراويز اور مور، يصير مالتيبل. الباراويز يعني بين اثنين، المالتيبل بين ثلاثة واكثر من ثلاثة. زين، اوكي، شنو هنا؟ نستخدم ال دي ان اي للار ان اي للبروتين. يوزد باع اليوزد، عندك ثلاث يوزدات. عندك اول واحد ايدنتيفايكال، يعني شنو التعرف. انا على سبيل المثال اريد اتعرف على نوع من انواع البكتيريا. اوكي، تعرفت عليه. زين، اريد يعني شلون اقول لك، عندي بكتيريتين اثنين اريد اتعرف على نوعهم، فاني عرفت ان هما مثلا اثنيناتهم ايكولا. اوكي، هما يتشابهون بالخصائص لو لا؟ اوكي، شفت يتشابهون بالخصائص. زين، هنا اني بعد ما شفت ان هما اثنيناتهم متشابهين قدرت اشخصهم، عرفت من هما وعرفت الخصائص مال ايكولا شنو. هنا السباق شنو؟ انه اشوف الطفرة. فيها ثلاث اشياء اشوف، اتعرف عليه، اعرف خصائصه، واشوف الطفرات مالته. زين، عندك هنا مالتيبل سيكونس اليجمنت. شنو هذا مالتيبل سيكونس اليجمنت؟ هنا مكتوب والاختصار مالته MSA. نستخدم ال دي ان اي ار ان اي بروتين سيكونس. المهم هذا خريط، تقريبا كله خريط. وين تيجي انت؟ يعني بايو انفورماتيك تو كومبير لارج نمبر اوف سيكونس. هذا هو التعريف، لا تيجي منا ولا منا، هي التعريف. اوكي، هنا هذا خريط. عندك شنو هذا ال MSA؟ اللي هو هيمو يولوجيس سيكونس ار كومبيرد ان. حلو، يعني شنو هنا؟ نستخدم الباراويز اللي هو شنو قلت لكم بين اثنين. زين، هنا نستخدم بين اثنين. شنو هذا البين اثنين؟ نقدر نشخصهم عن طريق هاي ثلاث اشياء، او نعرف المميزات مالتهم على ثلاث اشياء. اول شيء الفايلو جينيتيك تري، يعني شنو؟ يعني اعرف شجرة العائلة مالته. عندك البروتين ستراكشر، اذا كان الستراكشر مالته ثنائي فولد لو ثلاثي، مطوي طويتين لو مطوي ثلاث طويات. زين، عندك بروتين فاكشن بريدكشن اناليسيس، يعني شنو؟ يعني اقدر اتوقع الوظائف مال البروتين. اوكي، في ثلاث اشياء. اول شيء شجرة العائلة، ثاني شيء الطيات الستراكشر بروتين ستراكشر، وثالث شيء فاكشنال بروتين. زين، هنا هذا خريط لحد ما توصل هذا السؤال. يقول لك احنا ليش نستخدم الباراويز؟ باراويز شنو يعني باراويز؟ قلت لكم يعني اثنين، انا اقارن بين اثنين سيكونس، يعني اقارن بين اثنين. فايندينج هومولوجي بتوين تو سيكونس، يعني القى تشابه بين اثنين من السيكونسات. علامة شنو؟ اتوقع بروديكتينج character of protein، اتوقع من هو هذا البروتين. اوكي، عندك شنو؟ شنو الفرق بين اللوكال عندك الجلوبال؟ با found high similarity in part، اعرف التشابه، اعلى تشابه في مقطعية محددة، هذا لوكال. على سبيل المثال اكو اثنين ولد، اوكي، درسوا بنفس المدرسة، هاي هذا درسوا اثنين بشورش. اوكي، هذول شو يعتبر؟ يعتبر لوكال. زين، بينما اذا اقول لك هذول اثنين مثلا من شلون اقول لك، من العالم او من السليمانية، لا هاي جلوبال، هذا فتشي شلون اقول لك، اوسع عالمي. زين، من احدد لك شي يعني هذا يعتبر لوكال، من ما احدد لك هذا يعتبر جلوبال.
فهنا enter two sequence the best element across two sequence. زين عندك maturation اللي هي شنو الطفرة. الطفرة عندنا ثلاثة أنواع طفرات، عندك sub stage sub substitution اللي هي التبديل، يعني شنو يعني بدلت محرز خليت رياض، يعني بدلت رياض خليت فودين مثلا، هاي التبديلات. يعني شايف تبدل لاعب هذا تسوي تبديل. بس بينما الانسرت، الانسرت مثلا اضيف، يعني شلون اضيف؟ يعني مثلا اكل ناقص الملح اقعد اضيف له الملح. عندك الديليت، الديليت شنو يعني؟ يعني احذف، يعني في شي زايد او اخرى. زين بس هو شلون هنا على السيكونس، يعني على النيكلوتيدات، انضاف نيكلوتيد بالانسرت، بدلت نيكلوتيد بالشي يسمى بالسبستيتوشن، اما بالديليت حذفت نيكلوتيد. اوكي هنا عندنا تايب اوف مالتيبل. قبل شوي كنا نحكي على شنو، على الباراويز اللي هو اثنين، بس هنا نحكي على ثلاثة واكثر. زين عندك اول واحد هذا التطبيق، مو تطبيق هذا طب على المتصفح تلقى هذا الموقع تكتبه كلاستر دبليو. يابا هذا كلاستر دبليو يعني فدنو بابيلار، يعني كلش شعبي، العالم يطبون عليه ويطلعون، يعني امر كلش طبيعي. ليش نستخدمه؟ والله عنده ثلاث سوالف، يعني ثلاث خصائص مهمة. او واحد كواليتي، هذا دقيق يعني جودة. عندك شنو سنسيتيف، الدقة، يعني فنوب يعني دقيق. عندك شنو من سبيد، عنده السرعة، لهذا احنا نستخدمه. اوكي نا الطريقة مالته بعدين نحكي عنها. عندك شنو هنا كلاستر اوميجا، شنو هذا كلاستر اوميجا؟ يا بهم يعني اكيوريتي، هو هم اكيوريتي، وهو هم من نفس الحكاية من نفس التطبيق، يعني هم كلاستر بس هذا اوميجا نفسه. بس شنو الفرق يا اخي؟ اكو هنا بروتين، احنا لما نستخدمه للبروتين سيكونس. نجي هنا الاكيوريسي، الاكيوريسي شنو؟ on small number of sequence similarity to high quality، يعني شنو؟ احتاج اعداد قليلة من السيكونس اقدر اطلع النتيجة مالته. زين عندك شنو هنا كلاستر اوميجا is capable to بعض العدد الهائل اللي يقدر يطلع منه، يقدر يطلع لك 190 كي، يعني عدد هائل، يعني تقدر تطبب 190,000 نيكلوتيداية، العفو سيكونس، والأمر طبيعي يقدر يطلع لك إياه. فهذا شوي أقوى من ذاك. ومن شنو فرق يشتغل بالبروتين وشنو سمول نمبر، يعني لوز لوز. حلو عندك شنو هنا تي كوفي، تي يعني مو شاي، وكوفي يعني مو قهوة. شنو هذا التي كوفي؟ اول شي سيميلار، سمبل سهل، فلكسيبل مرن، يعني اذا سوال اذا انت مثلا خليت اخطاء بالادخال او بايا كان يسامحك عليها، ما لازم تكون هالقد دقيق بالامور. عندك شنو يوزد هيتروجينوسيس داتا، الهيتروجينوسيس داتا يستخدمه. وعندك سورس اوف بروفايد تو لابوراتوري of global and local parameters، يعني شنو هذا لما نستخدمه لللوكال واللوكال وجلوبال قبل شوي حشينا بيه. وباقي لك هاي الانواع البقية تجي تذكرها بالتعداد. مثلا يقول لك what the type of MSA، تجي تكتب هذول الستة اللي قريناها.